ما هي أكثر الحالات اللي حسب احتكاكم بال ما نقول مرضى نقول مراجع، نعم، أكثر أنواع الحالات ما هي؟ نعم، احنا عموما الحالات اللي تراجع الطب النفسي عموما سواء بالمستشفيات أو في العيادات الخاصة تنقسم بصورة أساسية تقريبا إلى قسمين. القسم الأكبر هو الأمراض العصابية، والقسم الثاني اللي هو شوية أقل من عنده الأمراض الذهانية. ننطي تعريف بسيط على شنو العصابية وشنو الذهانية. العصابية هي باختصار شديد هي معاناة معينة بس المريض يبقى بيها متماسك من ناحية يعرف نفسه مريض. البصيرة اللي هو يعرف نفسه هو مريض ويعرف شلون يراجع الطبيب ويعرف أنه يحتاج علاج وراح يبقى على هذا العلاج وشلون يستعمله وش وقت الفترة المحددة له. المريض الذهاني في أغلب الأحيان أنه يفقد هذه البصيرة، يعني ما يعرف نفسه. يعني هو المريض الذهاني اللي عادة من أشهر أنواع الأمراض الذهانية هو الفصام. الفصام المريض هواي من المرضى يراجعونه يقول أنا مو مريض، أهلي مريضين، ليش ودوني للطبيب؟ أنا ما بي شيء. ولذلك أنت تجد المريض الفصامي أو المريض الذهاني يرفض أخذ العلاج، يرفض أن يلتزم مع الطبيب، يرفض أن يذهب إلى المستشفى، وقد يضطر أهله في حالات من معينة من الأمراض أو من الانتكاسات أنه يودوه بالقوة إلى المستشفى، وهذه حاليا يعني موجودة وموجودة حتى قانونيا يعني.